الحصر العربي للماجستير في الأدب العربي، وقد أعد رسالة الدكتوراة الأولى وهو يحب الآن الرسالة الثانية للدكتوراة. وفي هذه الليلة حقيقة الشيخ متعب لأنه قد أتى من سفر طويل كما يعلم الأخوة الكرام، والآن في بلادنا في منتصف الليل تقريبا أو بعد منتصف الليل، وتبدل الأوقات. الشيخ يعني المثقل عليه إن شاء الله أن يحدثنا كلمة قصيرة بإذن الله تعالى، وتبدأ المحاضرة ابتداء من غد بإذن الله تعالى. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا ورائدنا محمد رسول الله الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى به من الحيرة وأنقذ به من الضلالة وأرشد به إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأحبابه وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نضر الله تعالى وجوهكم وجمعني الله وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنتم أيها الإخوة الأحباب جمعتكم الآن على تفرق الأمصار وبعد الديار كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أحلاها من كلمة، وما أقربها إلى النفوس الطيبة، وما أبرها على القلوب المؤمنة. لقد ضرب الله بها المثل فقال وقوله الحق: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. الكلمة الطيبة التي ضرب الله بها المثل اتفقوا على أنها هي كلمة الإخلاص، وكلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله رب العالمين. لا إله إلا الله كلمة عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها في مكة 13 عاما، وهو ينادي على القوم في ربوع مكة وبطحائها يقول: يا أيها الناس
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة كلمة عظيمة، وحينما قلنا ضرب الله بها المثل، أنتم تعلمون أن أكبر نعمة من الله على البشرية قاطبة هي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. حينما قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعظم نعمة على البشرية امتن الله بها على العباد جميعا هي نعمة الإيمان، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام الذي اختاره الله عز وجل للأمم جميعا من لدن آدم حتى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، نعمة الإسلام. والإسلام لا يتم ولا يكتمل إلا بتلك الكلمة، وهي كلمة التوحيد. والمثل ضربه الله عز وجل لماذا؟ المثل في القرآن ضرب ليعقل القوم ويتفكر القوم، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم مرة يتذكرون ومرة لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا منهج تربوي. المنهج الإلهي يكون على تربية النفس إما بالقصة وإما بالمثل وإما بالترغيب وإما بالترهيب. أنتم تعلمون أن النفوس البشرية لم تكن جميعها متساوية، فهناك نفوس طيبة تؤثر فيها الكلمة الحسنة فيأتيها الترهيب، وهناك نفوس شريرة لا يمكن أن ترتدع ولا أن تنزجر إلا بالكلمة القوية الحاسمة، فكان الترهيب. وهناك نفوس لا تأتي إلا بالقصة، ونفوس أيضا لا تأتي إلا بضرب الأمثال، فكان القرآن الكريم جامعا للترغيب وللترهيب وللقصة وللمثل، كل ذلك يكون سببا في تجلية النفس وإلزامها على منهج الله عز وجل. وكأن الله عز وجل يحايل النفوس البشرية ويستحوذ عليها لتكون على منهجه الذي أراده للبشرية قاطبة، لأن الله لم يكل الناس إلى أنفسهم. ولو وكل الله الناس إلى أنفسهم لهلكوا، لأن قوانين الأرض كلها المستمدة من أهواء الناس وأفكارهم إنما جاءت من أجل مصلحة الواضعين. أما خالق البشر جميعا وخالق الناس وضع القانون الذي يتناسب مع صلاح تلك الأنفس، فلا قانون يجمع
الناس على الخير ويهديهم الى البر ويحضهم عليه الا قانون الاله جل علاه. ومن هنا حتى ندخل في قانون الله ونستجيب له لا بد من الاعتراف بالله اولا ثم توحيده ثانيا. ومن هنا ضرب الله المثل لتوحيده فقال: ألم تعلم يا محمد، ألم تدر يا محمد كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نقف قليلا مع هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ونحن نعلم أن المثل هو كلمات قليلة بسيطة تحمل معاني كثيرة لتجلب النفس على قبول الحق. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ دي في اللغة العربية يسمى هذا تشبيها. كلمة طيبة كمثل مين؟ كمثل شجرة طيبة. الكلمة الطيبة هي كلمة من؟ لا إله إلا الله. الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة تتكون من شطرين. الشطران في الكلمة أحدهما فيه نفي والثاني فيه إثبات. لا إله تنفي جميع الألوهية، لا إله نفي لجميع الألوهية، يعني لا إله مسيطر مطلقا تنفي جميع صنف الألوهية. وما معنى الإله؟ ما معنى الإله؟ هو الذي يألهه القلب، يعني يحبه القلب ويخضع له ويذعن له ويتوكل عليه ويحلف به هذا الإله. شوف، لا إله أي لا يوجد إله، هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني فيه إثبات إلا الله، إلا أداة استثناء، استثنى من نفي الإلهية كلها إثبات إله واحد. هذا الإله المثبت هو الله عز وجل. يبقى الذي يحمله القلب محبة وخضوعا وإذعانا وتوكلا وحلفا ونذرا هو من؟ هو الله عز وجل. فكلمة لا إله إلا الله تحمل معنيين، المعنى الأول تخلية والمعنى الثاني تحلية. المعنى الأول إيه؟ تخلية، والمعنى الثاني تحلية. إيه معنى تخلية؟ يعني يخلي القلب من كل المعبودات ومن كل الآلهة، ويحل النفس البشرية والقلب البشري، يحليه بإله واحد يذعن له الفرد ويستقر له. هناك آلهة غير الله. الناس إن لم تؤمن بالله عز وجل تتجاذبها آلهة شتى. فالشهوة إن تحكمت في الإنسان صارت إلها، والمال إن تحكم في الإنسان صار إلها، والهوى إن تحكم على الإنسان أيضا صار إلها. والله يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن المال لو تحكم
عند الإنسان وصار هو كل شيء في حياة المرء، صار معبودا وإلها للإنسان. الشهوات إن تحكمت عند الإنسان صارت إلها للإنسان. من هنا الإسلام جاء ليضع النفس البشرية في مكانها اللائق بها، أنها لا تخضع ولا تذل ولا تعنو جبهتها إلا لله رب العالمين، الإله الحق المنفرد في الكون كله، المسيطر على النفس البشرية، الذي تزعم له جميع النفوس. أنتم تعلمون أن الملحدين تارة حينما يعودون إلى أنفسهم يعترفون بأن هناك قوة فوق القوة التي يخضعون لها. أنتم تسمعون عن أينشتاين، قرأتم عنه وعرفتم نظرياته. هذا الرجل في ساعة مرضه الشديد قال كلاما يشتم منه أن هناك قوة عليا تسيطر على هذا الكون رغم إلحاده وشروده عن طريق الحق وبعده عن منهج الله تبارك وتعالى. النفس البشرية من داخلها تذعن بأن هناك إلها. هذه المعبر عنها في ديننا الحنيف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله عز وجل فطر عباده جميعا حنفاء على الحنيفية السمحة، يعني كل الناس الذين ولدوا على الفطرة أي على الإسلام. مصداق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود فهو يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يكن يمسلمان. يبقى الإنسان يولد على مين؟ على الفطرة، يولد على الإسلام، ولكن الأبوين الابن يخرج تبعا لهما. إن ولد من أب نصراني فيكون الولد نصرانيا، وإن ولد من أب يهودي يكون الولد يهوديا، وإن ولد من أب مسلم فإنه يكون مسلما. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ولم يكن أو يمجسانه ولم يكن أو يمسلمان، لأنه ولد مسلما. إذن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها وجعل الناس حنفاء على هذا الدين، يريد الإسلام أن تبقى الفطرة نيرة في ضمير المسلم، حية في وجدانه، فلا يخضع الإنسان ولا يبل إلا لمن؟ إلا لله الواحد القهار. فمن هنا ضرب الله المثل، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة التوحيد مقرها أين؟ القلب. واللسان حينما ينطق بها إنما يدلل على ما في القلب، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يبقى إذا كلمة التوحيد أين مقرها؟ في قلب الإنسان، في قلب المسلم. نعم، إذا وجدت كلمة التوحيد في القلب، ما النتائج؟ ما النتائج التي تترتب على وجود
كلمة التوحيد في قلب المسلم. ما هي إلا الثابت؟ رب العالمين يقول أصلها ثابت، يعني موجودة في القلب. مثل إيه؟ مين الأصل الثابت؟ أنتم تعلمون الشجر النخيل. أصل الشجر فين؟ في أعماق الأرض. أصلها ثابت. وفرعها فين؟ عالم في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شجرة النخيل أصلها ثابت وفروعها ناسقة في السماء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما العلاقة بين كلمة التوحيد وشجرة النخيل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين أصحابه وسأله سؤالا، وكان ذلك من باب التربية النبوية، أنه لا يلقي الكلام هكذا على الناس ولا على أصحابه، وإنما كان يجعل العلم ينساب إلى النفوس وينساب إلى القلوب عن طريق السؤال والجواب. فسأله سؤالا وقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثل المؤمن، ما هي؟ هذا السؤال سأله مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لأصحابه. فيقول عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي وغيره، ووقع في نفسي أنها النخلة، واستحييت أن أقول أمام عمر وأمام أبي بكر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يجد أحدا يجاوب نطق بالإجابة وقال: إنها النخلة شجرة مثل المؤمن. مين اللي قال الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن. نعم، رب العالمين ضرب بها المثل أيضا في القرآن وقال: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة التوحيد حينما تكون في القلب تكون النتائج كما ينبغي. أولا، تنصلح جميع جوارح الإنسان. إذا وجد التوحيد وجد مين؟ وجد الصلاح. وإذا حذف التوحيد وأغني القلب من التوحيد وجد مين؟ الفساد. لأن الفساد ضد مين؟ ضد الصلاح، والتوحيد منه الصلاح كله. فالقلب لا، إذا وجد فيه التوحيد لا يعرف سوى الحب وسوى الإخلاص والعمل من أجل الله عز وجل. إنما لو حذف التوحيد من القلب سيوجد الكلم المر الذي ضرب الله به المثل أيضا حينما قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالله ضرب المثلين للكلمة الطيبة وللكلمة الخبيثة. ومن هنا باختصار، الكلمة الطيبة كما علمتم هي كلمة من؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وباختصار هي كلمة التوحيد. والكلمة الخبيثة كلمة من؟ ضد التوحيد مين؟ الشرك. ضد الإيمان مين؟ الكفر. والكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر. والله عز وجل ضرب المثل بالاثنين ليبين أن كلمة التوحيد بها الخير الكامل لمين؟ للإنسانية قاطبة. وكلمة الكفر بها الشر الكامل للإنسانية قاطبة. معلش نتكلم عقل وسهلة بسيطة عشان نفهم العملية شوية. تعالوا، إذا استقرت كلمة التوحيد في القلب ما النتيجة؟ النتيجة
الصلاح الكامل بكلمة من؟ بكلمة التوحيد. فلا تجد الإنسان يسب ولا يلعن ولا يقذف ولا يغتاب ولا ينم ولا يحمل في قلبه الحقد ولا الكراهية ولا البغضاء للمسلمين، سيكون بردا وسلاما على نفسه وعلى المؤمنين وعلى المجتمع الإسلامي كله، ويكون كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. خلوا بالكم من الأمثال. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بسورة مين؟ سورة المؤمنين الذين يلتزمون بكلمة التوحيد. يبقى كلمة التوحيد كلمة تخلق الإنسان خلقا جديدا وتبعث في الإنسان حياة وروحا جديدة لم يكن الإنسان يعلمها قبل الإسلام وقبل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنها تنشئ الإنسان على مثال فريد، نموذج حي متحرك في دنيا الناس يحمل هموم البشرية كلها بين جوانحه، لأنه خضع لله فأحب كل ما يحبه الله وأبغض كل ما يبغضه الله عز وجل. ومن هنا قال الله: أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل التوحيد ثابت في القلب، وظهر آثار ذلك على نظرات الإنسان، على سمع الإنسان، على منطق الإنسان، على جوارح الإنسان، فاستخدمت الجوارح كلها والهيكل البشري كله تحرك من أجل الله وفي سبيل الله وعلى منهج الله، لا ينوي على الدنيا ولا ينظر إلى متاعها، إنما يهتم برضوان الله عز وجل وما يحبه الله ويرضاه. ترجم ذلك كله السيدة الكريمة أم المؤمنين عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها حينما قالت كلمة وجيزة. وانظروا إلى تلك الكلمة التي قالت، تقول: ما تمتع الأشرار بشيء إلا تمتع به الأخيار وزادوا عليه رضوان الله تعالى. احفظوا هذه المقولة، احفظوها عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول: ما تمتع الأشرار بشيء إلا تمتع به الأخيار وزادوا عليه رضوان الله تعالى. الأشرار تعني بهم من؟ الكفار. والأخيار تعني بهم من؟ المسلمون الذين انقادوا بكلمة التوحيد إلى منهج الله عز وجل. ننظر الآن، لو خرجت إلى الشارع لتتفسح مثلا، أنت تسير لتشم الهواء وتستنشقه، وغيرك يسير ليكون مراودا لامرأة أو لفتاة أو متغسلا،
حرام. انت تسير في طاعة وهو يسير في معصية. انت تستمتع بالهواء النقي وهو يحول نعمة الله كفرا. انت تتزوج في الحمام وهو يستمتع في الحرام. المتعة حاصلة لك وحاصلة له، الا ان متعتك في الحلال ومتعته في الحرام. ما تمتع الاشرار بشيء الا تمتع به الاخيار وزادوا عليه رضوان الله تعالى. اما الكافر فبمتعته ازداد من سخط الله عز وجل. واخد بالكم الكلام ولا لا؟ من الذي جعل الفارق الكبير بين متعة الأخيار وبين متعة الأشرار؟ كلمة التوحيد. لأن الذي يتمتع في الحرام لا يؤمن بالله ولا ينقاد لمنهج الله، إنما هو متروك لأهوائه، اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه شهوته، اتخذ إلهه ماله، فارتكب المحظور وهو لا ينوي على شيء. أما أنت أيها المؤمن، يا من وحدت الإله وانقذت لله، فأنت تؤثر مرضاة الله على كل شيء. لماذا؟ لأن الإسلام افعل ولا تفعل، افعل هذا ولا تفعل هذا، لأن ذلك من مقتضيات كلمة التوحيد، أن يخط لك المنهج المستقيم والصراط القويم، فلا تزيغ عن منهج الله. وفي خط منهج الله السلامة من كل عطب، من كل عطب تقع فيه. وفي التزامك بمنهج الله راحة لضميرك ووجدانك وسلامة لقلبك ولنفسك. هذا منهج الله في التوحيد. إذا التوحيد أن تخضع بكليتك لمن؟ لله. والكفر أن تخضع بكليتك لمن؟ لهواك. وشتان بين إنسان ينقاد لله وبين إنسان ينقاد للأهواء والشهوات. ومن هنا قال الله في آياته المحكمة هنا مثلها، مثل هذه الكلمة كأصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وأنتم تعلمون أن كلمة لعل في القرآن تفيد الترجي، يعني يرجو الله عز وجل من المؤمنين أن يتذكروا، بل ويرجو من البشرية كلها أن تنقاد لمنهجه وأن تدعن لهديه وأن تسير على مراده، لا أن تتخبط في الضلال. وأنتم تعيشون في بلاد الكفر وترون الكفر أمامكم، هل هؤلاء سعداء رغم ما هم فيه؟ أنتم رأيتم بأعينكم وعشتم الواقع بأنفسكم، بلغوا في الجانب المادي أوج الحياة، ولكن هل الجانب المادي أغناهم وأسعدهم ودفع الشقاوة عن نفوسهم؟ أنتم تعلمون الإجابة أكثر منهم. إنهم يعيشون في شقوة وفي هم وفي نكد. لماذا؟ لأن أهواءهم شتى وآلهتهم متعددة. أما نحن المؤمنون فإلهنا واحد ونسعى من أجله ونسير على مراده، فنشعر براحة النفس والضمير والوجدان. قرأت كثيرا للملحدين وهم يتحدثون عن أنفسهم، يقولون نحن نعيش في حيرة ونعيش في شك،
الله. هذا الكلام قرأناه لكفار الملحدين نعيش في شك وفي حيرة وفي اضطراب. أما أنت حينما تفتح المصحف وتجلس مع آيات الله عز وجل فتجد الحنين والروحانية والهدوء وطيب النفس وطيب الخاطر حينما تعيش مع الله عز وجل. إذن سعادتك وراحتك ورضاك وسكينتك لا تتم إلا في ماذا؟ إلا في ماذا؟ أجيبوني. إلا في الإيمان بالله رب العالمين وإخلاص الوجهة لله. وأما حينما نعرض عن الله فأنتم تعلمون النتيجة. ومن أعرض عن ذكري فإن له حظين. الحمد لله. فإن له معيشة ضنكا في الدنيا بس. معيشة ضنكا ضنك الحياة الدنيا. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويأتي يوم القيامة يتساءل لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أعرض عن آياتنا. فلم تنسدنا نسيناك. طيب في الشطر الآخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا أمامك الجانبان. الجانب الأول جانب الإيمان والتقوى والتوحيد. والجانب الثاني جانب الكفر والعياذ بالله تعالى. جانب الإيمان فيه إيه؟ حياة طيبة. فيه راحة. فيه سكينة. فيه طمأنينة. فيه رضا. فيه سعادة. أما جانب الكفر فماذا فيه؟ فيه الشك. فيه الحيرة. فيه الاضطراب. فيه حياة الضنك. وفضلا عن ذلك فيه العذاب الأليم يوم اللقاء الأعظم. إذن كلمة التوحيد أصلها ثابت لأنها تحرك المسلم إلى نجاته إلى سلامته إلى سعادته إلى قراره إلى استقراره إلى رضوان الله إلى الرضا النفسي الذي يجعل الإنسان هانئا واضعا قارا سعيدا في تلك الحياة الدنيا. حينما يضرب الله المثل بذلك يريد أن يقرر تلك الحقيقة في نفوس الأمة المؤمنة. حفظتم الآية الآن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وفي الضفة الثانية ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لأن الكفر لا قرار له في النفس البشرية لأنه لم يفطر الإنسان على الكفر إنما فطر الإنسان على التوحيد. لا ما لها من قرار. وانتبهوا إلى النتيجة حينما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي النهاية ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تجدون الآية جاءت تعقيبا على المثلين. الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
لمن؟ للموحدين. وان خلي بالكم المثل الثاني، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. شفتوا الايه جاءت للمثلين، اخذت النص الاول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره للمثل هنا. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه؟ ويضل الله الظالمين، هي جاءت للمثل هنا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. التثبيت أيها المؤمنون، أيها الإخوة الأحبة، التثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ما معناه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت؟ ما معناه؟ رب العالمين يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية أثبتكم عليها. ولذلك تجدون في صلاتكم وأنتم تصلون في كل ركعة علمنا الحكيم الخبير أن نسأله الثبات على الطريق الحق. حينما تقرأ وتقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، معنى ذلك طالبا من الله الثبات على طريق الحق الذي هداك الله إليه. اهدنا الصراط المستقيم معناها هنا طلب الثبات على الحق الذي هداك الله إليه ووفقك لالتزام طريقه حتى تلقى الله وهو عنك راض. لأن الإنسان قد يصاب بالغرور، الإنسان قد يصاب بالغرور، غرور الإنسان يجعله يفلت من الطاعة. انظروا إلى آدم عليه السلام وانظروا إلى إبليس. إبليس كان من التقاة ومن العابدين، ولكنه لما علا واستكبر ورفض أمر الله كان ممن؟ كان من المارقين الساقطين على الطريق. آدم لما نسي وارتكب الخطيئة غفر الله له، فنسي ولم نجد له عزما. سيدنا آدم عليه السلام لما وقع في الخطيئة نسيانا، انتبهوا لهذه النقطة، لما وقع في الخطيئة نسيانا علمه ربه كلمات فتاب عليه. إنما إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر فكان من الغاوين، فرفعه الله من طريق الهداية إلى طريق الضلال. من هنا رب العالمين جعلنا نسأل الثبات على طريق الحق. ولذلك يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهناك مثل نريد أن نعقبه بذلك المثل، وانتبهوا إليه. يقول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم
الذين كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الحقيقة أريد أن أشرحها باستفاضة ولكن أحس الآن بالتعب، فاستمعوني عذرا في هذه الليلة، وإن شاء الله سنكمله في حديث قادم بإذن الله تبارك وتعالى. والآن أترك لكم الفرصة للإجابة عن بعض الأسئلة إن كان هناك أسئلة تتجاوب في نفوسكم. إذا كان في واحد منكم عنده سؤال فليتفضل. لا توجد أسئلة إن شاء الله؟ لأنه نريد أن نشق عليك. بارك الله فيك وأكرمك الله. لأن كان في سؤال متطلب اليوم حل فضل. ما فيش يقول أسئلة الحل؟ طيب سي جزاكم الله خيرا وتقبل الله مني ومنكم ونفعني الأهل وإياكم بما سمعنا وبما تحدثنا، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا على الحق والهدى والنور الساطع في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيد النبيين والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب في بيت من بيوت الله تعالى، في أرض قلما يذكر فيها اسم الله. فجزاكم الله خيرا وجمعنا الله وإياكم جميعا في الجنة بجوار رب العالمين. اليوم قبل أن نبدأ حديثنا أريد أن أبدأ بقصة من فردوسنا المفقود ذات الظل الممدود والأمل الذي كان في عصره منشود. أحب أن نذكر بلاد الأندلس التي كان لنا فيها عز وارف وحضارة عظيمة لنأخذ العظة والعبرة، وكما قال الحق سبحانه: فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. بلاد الأندلس فتحت على أيدي عربية إسلامية كان قائدها رجل عربي مسلم من بلاد المغرب اسمه طارق ابن زياد. هذا البطل العظيم استطاع بعبقريته الفذة وحنكته وحسن قيادته وصبره ولأوائه في الجهاد، استطاع في العام 91 من الهجرة النبوية المباركة أن يعبر المضيق الذي ما زال يحمل اسمه حتى اليوم، مضيق جبل طارق. عبر ومعه الجيش المسلم إلى بلاد أوروبا، واستطاع أن يفتح أسبانيا وهي التي تسمى في التاريخ الإسلامي ببلاد الأندلس. فتحت تلك الأرض العربية، فتحت على أيد وعلى أيدي رجال عرب مسلمين أبطال هذه البلدان، وصارت تابعة للخلافة الإسلامية، فصارت أرضا عربية إسلامية بحكم دخول الإسلام فيها.
بلاد الأندلس، فتحت في سنة 91 من الهجرة، وظل المسلمون بها حوالي 11 قرنا من الزمان، يعني قرون، مدة طويلة من الزمن. هذه المدة كان للإسلام فيها عز شامخ وحضارة قوية زاخرة، نقلت حضارة الإسلام وحضارة العرب إلى بلاد الكفر، إلى بلاد أوروبا، فأشرق نور الإسلام في تلك الربوع على أيدي رجال أفذاذ أبطال. هذه القصة نريد أن نتحدث فيها لنتبين أن أمة الإسلام إذا اتحدت صارت قوية مرهوبة الجانب، وإذا تفرقت ذهب عزها وباد ظلها وتبدد مجدها واضمحلت وهانت في عينها وفي عين أعدائها. ظلت 5 قرون تقريبا بلاد الأندلس قوية عظيمة فتية، ولكن دب الخلاف في تلك البلد حينما بذرت بذور الشقة والانقسام بين أمراء تلك البلاد. فننظر، كانت هناك طليطلة وقرطبة وسرقسطة، كانت هناك ولايات متعددة كما نرى البلدان المتعددة الآن في بلاد العرب. بلاد الأندلس تقسمت إلى ولايات، وعلى كل ولاية منها أمير وله منبر يخطب عليه وله رجال يدعون له. هذا الانقسام والتشقق أطمع الإنفنش وهم الصليبيون، أطمعهم في مين؟ أطمعهم في العرب، في المسلمين، فصاروا يناوشون العرب المسلمين. فكانت هناك ولاية طليطلة معها بجوارها ولاية قرطبة. قرطبة كانت حاضرة من حواضر بلاد الأندلس، وكان يحكمها جماعة اسمهم بنو جهور، وبنو جهور كانوا في حكمهم عادلون، لو صدق القول على حسب مقياس ذلك الزمان. ولكن هناك يحيى ابن ذنون أراد أن يأخذ ولاية قرطبة، وكان أميرا على طليطلة، أراد أن يأخذها ويضمها إلى طليطلة، ولكن الوليد بن جهور نظر إلى أقوى رجل بجواره، كان المعتمد ابن عباد، وكان أميرا على أشبيليا، فطلب منه أن يعاونه في دفع عدوه الذي يريد أن يضم إليه من؟ يريد أن يضم قرطبة إلى طليطلة. فجاء المعتمد ابن عباد، ولكنه بعد أن حررها طمع فيها وقد شغفته حبا، ولم يرضى أن يعطيها لبني جهور، بل ضمها لإمارة من؟ لإمارة أشبيلية. وهناك ليته سكت عن ذلك واكتفى بهذا الأمر، إلا أنه أراد أيضا أن يطرد بني جهور مطلقا من إمارة قرطبة، ولا يجعلهم يساكنون في تلك البلدان. توسل إليه الرجل وذكره بالمواعيد والمواثيق، وكان مشلولا مفلوجا، ولكن المعتمد ابن عباد أصر على طرده، فخرج الرجل وأولاده باكيا
دامع العين مكسور القلب داعيا على المعتمد بن عبد الله، وخرج والمعتمد بن عباد ضم الى امارته قرطبه مع اشبيليه، وعاش ردحا من الزمن هذا الرجل يرفل في النعيم ويستمتع بهذه المتعه الكريمه التي اخذها ظلما وعدوانا، وتلك الغنيمه التي سلبها من اصحابها. ترون انه عاش في طرف، واريد ان احكي لكم قصه صغيره جدا عن طرف ابن عباد. ترون ان النساء في القصر، نساء ابن عباد والجواري، كنا في القصر فراينا مره نساء من الباديه يبعن اللبن في قرب، يحملن القرب ويكشفن عن سوقهن، ويخضن في الشوارع وفيها طين كثير. فالذين في النعمه لم تعجبهم تلك النعمه، ارادوا ايضا ان يسيروا في شوارع فيها طين، يحملن القرب ايضا كما يحملنها نساء الباديه. فطلبت الجواري من المعتمد ابن عباد ان يخرجن ويبعن اللبن في قرب ويخضن في الشوارع في الطين. فماذا صنع المعتمد ابن عباد؟ صنع لهم طينا محصوصا في باطن القصر او في داخل القصر. اتى بالمسك والعنبر وماء الورد وجعل منه خليطا كبيرا في داخل صحن القصر، وصنع لهن ايضا قربا من الحرير من الابريسم. تعرفين الابريسم؟ يعني الحرير الطبيعي الخالص. صنع القرب من الحرير، شفت الطرف؟ صنع القرب وحبالها من الابريسم، يعني من الحرير الخالص، وعمل لهم طينا من المسك والكافور وماء الورد والعنبر. وخرجت النساء في القصر يحملن القرب يتشبهن بنساء البادية، ويخضن في ذلك الطين اللي هو المصنوع من العنبر والمسك والكافور وماء الورد. ترون كيف وصل النعيم والترف بهذا الرجل، وذلك بمقياس العصر. بمقياس العصر طرف كبير وطرف عظيم، ولكن الأيام تدور والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالذي في النعيم لا يبقى نعيمه، والذي في الفقر لا يبقى فقره، والذي في القوة لا تبقى قوته، إنما هي الأيام دول. يوم الرخاء ويوم عناء، يوم عسر ويوم يسر، يوم شدة ويوم الرخاء، وهكذا. المعتمد بن عباد يطمع في مملكته من؟ في قرطبة، الإسفنش. والإسفنش هم الصليبيون، يريدون أن يسلبوه ما أخذه من ابن جهور، ويجيء الدور عليه. فماذا يصنع؟ فكر بمن يستنجد وبمن يستغيث، فلم يجد أمامه إلا يوسف ابن تاشفين. ويوسف ابن تاشفين كان أمير دولة المرابطين ببلاد المغرب. ويوسف ابن تاشفين كان رجلا بدويا خشنا، رجل كر وفر، رجل حرب، رجل قوي. فجاء يوسف ليعاون المعتمد ابن عباد، ودخل معه المعركة ضد الإسفنج، وكان النصر للعرب المسلمين على الصليبيين. وعادت قرطبة ثانية إلى من؟ إلى
المعتمد ابن عباس، ولكن هل يوسف ابن تاسفين يترك المعتمد ابن عباس ينعم بذلك الرخاء الوارف وذلك الترف الذي اعماه؟ واعلموا ان الله عز وجل بالمرصاد لكل ظالم، وكل من اعتدى لا بد ان يعتدى عليه، وكل من انتقم من انسان لا بد وان ينتقم منه، ان ربك لبالمرصاد. المعتمد ابن عباد اعتدى على الوليد بن جهور وطرده من البلاد وقاتله، يأتي يوسف بن تاشفين ويطمأ ايضا في ولاية قرطبة بعد ان يحررها من يد الافرنج فيتوسل اليه المعتمد ابن عباد فيقاتله يوسف ابن تاشفين، وكأنه جاء لينتقم منه جزاء على عمله الذي صنعه بالوليد بن جهور، وقاتله وقتل بعض اولاده امام عينيه، اللي هو من؟ المعتمد ابن عباد، وقبض عليه ووضع في الاغلال وذهب به الى مراكش وسجن بها زهاء 10 سنين، وبقي في سجنه حتى اكل الحديد او القيود اكلت يديه ورجليه. انظروا الى النساء الجواري اللاتي كن يخطن في العنبر وماء الورد والمسك وغير ذلك، رآهن المعتمد وهن بناته وجواريه، رآهن المعتمد بن عباد يسرن حافيات ويعملن خادمات عند بعض رجال شرطته، فأخذ يبكي وقال: أأعيش أم أرى بناتي عاريات قد أضر بهن الحفاء؟ وقال قصيدة طويلة كان في نهايتها: ولكن الدعاء إذا دعاه قلب مخلص نفع الدعاء. من الذي كان قد دعا على المعتمد بن عباد؟ الوليد ابن جهور: إن ربك لبالمرصاد وكما تدين تدان، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. في القصة إشارتين: الإشارة الأولى أن بلاد الأندلس ما فتحت إلا بقيادة مغربية عربية إسلامية قوية ذات بأس شديد. ألا تعلمون يوم أن عبر طارق ابن زياد المضيق ماذا صنع؟ حرق السفن التي حملت الجنود، وخطب خطبة عصماء في جنده يدلل على البأس والشجاعة والبطولة والحنكة والريادة وحسن القيادة في أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال لجنده: العدو أمامكم والبحر وراءكم، أين المفر؟ خلاص، بعد أن حرق السفن أو أجلى السفن عن الشاطئ جعل جنده أمام الأمر الواقع: عدو أمامكم وبحر وراءكم، أين تفرون؟ هنا تتجلى روح الفدائية من أجل نصرة الدين والعقيدة، وخاصة إذا أحس الإنسان أنه ميت ولا محالة، فلا بد وأن يموت وهو يحمل معه أجر
أجرا يدخله الجنة. ولذلك قال العربي هنا إنها لإحدى الحسنيين، إما الشهادة في سبيل الله، وإما فتح تلك البلدان حتى يشع نور الله في أرض لم يذكر فيها اسم الله عز وجل. وكان النصر الساحق للمؤمنين على الأعداء، وتم الفتح بأمر الله تعالى. تلك هي الإشارة الأولى. الإشارة الثانية أن بلاد الكفر والأعداء ما زالت تحمل الحدة والضغينة للعرب المسلمين جميعا وللمغرب العربي خصوصا، ولذلك شددوا الهجمات على المنطقة المغربية لأنهم علموا أن فيها أبطالا أفدادا رجالا أشداء قهروهم وأذلوهم، في نظرهم أخذوا ديارهم، مع أن المسلمين لم يكونوا غازين من أجل الديار ولا الأمصار، إنما كانوا يريدون أن يسري نور الله في الأرض وأن يمكن لدعوة الإسلام في كل البقاع حتى يستظل بظلها ويستضيء بنورها كل إنسان على سطح بسيطة. فمن أجل ذلك أخذوا يوغرون صدر الأمة المسلمة العربية ضد المغربية ويفرقون بينها ويشيعون العداوة والخصومة بين أبناء وجنس الوطن الواحد بين المسلمين، مع أنه لا فرق بين مغربي وبين عربي سعودي أو سوري أو مصري أو ليبي، لأن الأمة المؤمنة أمة واحدة. حتى المسلم في أمريكا هنا أقول لنا في الله تبارك وتعالى، فأخذوا يقولون عن المغرب إنهم بربر، ويقصدون بتلك الكلمة أنهم همج ورعاء، ويقولون عليهم كلاما كثيرا، مع أن المغرب رجاله أشداء أقوياء استطاعوا أن يذلوا أنفاس الكفر في بلاد أسبانيا. ثم بعد ذلك ننطلق من هذا إلى منطلق آخر، وهو أن المسلمين يوم أن كانوا يحملون كلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص قلب ونقاء فطرة وسلامة ضمير، كان النصر حليفهم. وأنتم اليوم وجئتم هنا في تلك البلدان، لو أخلصتم النية لله وعمرتم قلوبكم بالإيمان واستقام سلوككم على سلوك الإسلام لهدى الله بكم الكثير. ألا تعلمون أن المسلمين يوم أن كانوا يخرجون إلى التجارات في شرق آسيا وفي وسط أفريقيا كانوا لا يدعون الناس إلى الإسلام، ولكنهم كانوا مسلمين بالفعل، حركتهم حركة إسلامية، سلوكهم سلوك إسلامي جعل الناس ينظرون إليهم. من هؤلاء؟ لماذا هم كذلك؟ إنهم ملائكة يتحركون ويسيرون فوق سطح الأرض. فابتدأ الناس يسألون لماذا هذا السلوك، فقال إن ديننا يأمرنا بذلك، بالصدق والأمان.